بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نكرة قابل أم أزرا أوكئ مكيع ما قد كرا وغيرهم معرفة كهم وذي وإن كوابن والغلام والذي فما لذي غيبات أو ندرك أن دواه سامي بضمير ودون انتصار منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا فالياء والكاف من ابن أكرما وياء والهاء من سليه مملا وكل مدمر له البناء يجب ولفظ مجرى كلفظ منسيب لرب والناس بوجر نصل كارف بنا فإننا للامين وألف والواو ونون لما غب وغيره كقم واعلما ومن ضمير رب ما يستثير كف الأو وفقنا التبيس إذا شرور ودرتفاء وانفصال أنه وأنت والغرور لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريح ليس مشكلة وفي اختيار إذا تأتى أن يجئ المتسير وسل أو افسلها أسليه وما أشبهه فيكم طوله الفتما هذا كهلتانيه وانتصالا أتر غير تار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدم وفي اتهاد رتبة الجنفاس وقد يصيب الغيب فيه واسا وقبل النفس ما أفل تجيب نون وقاية ليس قد نديم وليتني فشى وليتنا دارا وملأ لك اسوى كن مؤيرا بالبقيات واستيرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قال وفي قدني وقتل حسب أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنطا وقرن وعدن ولاحك وشك من وهيلة ووشك واسمع أتى وكنيتا ولقبا وأخيرا نائنس وهو صاحبا وإن يكون مفردين فأدب حكما وإلا أسدي الذي ردي ومنه منقول كفضل وأسد وجرت جالك سعاد وأداد وجملة وما بمز ركبا دائن بغير ويه تهم عربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبقها فوضعوا لبعد الأجلس أعلم كعلم الأشخاص أبد وهو أم من ذكاء معرية للأقرب وهكذا سؤالة لسلب ومثله بارة للمبارة كذا فجر عالم للفجر بدل مفرد مذكر أشر بذي وديت تعالى الأنثى اغتسل وزن تاني للمسلم
كان مرتفي وفي سوى هدين تين كرتسي وذي أولى أجل جميع مطلقا والهد أولى ولدى البعد يوثقا بالكف هل قدنا لم أو ماء ولم إن قدمت متنئا وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكف سلا في البدء أو بسمكم أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا موصول الأسماء الذي أنصلت والياء إذا ما سني لا تسبتي بل متلي أولي العلامة ونون إن تسدد فلا ملامة ونون بيضين واتين سند عيد وتأويد بذلك كسيد جمع الذي أولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفع نتقا بالتي واللائي التي قد جميعا واللائي كالذين تجرا وقاء وما وألت سوي مذكوري وهكذا دعا عند طيئ شهير وكالتي أيضا لديهم ذات ومولع التي أتذوات ومثل ماذا بعد مسخام أو من إذا لم تقع في الكلام وكلها يلزم بعده سلا على ضمير لائك مستملا وجملة أو شبه الذي أسيل بذك من للذي ابنه كفيل فصفة صريحة سلة الوقنها بمعرب الأفعال قائل كما فلم تضاق وصدر وزياد ضمير هذا وبعده معرب ومطلق وفي دلج في أي غير أي يلتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالهد نجر وأبوه أي تجل إنسان هل مكني وحد مكملي وهد عندهم كثير مجالي في عهد متسل إن التصب بفيل أو وصف كما نجوب يهب كذاك هد مم وصفه في ضاك أو تقض بعد أمر من قضاء كذا الذي ذر بما الموصول جان كم مر بالذي قررت فهو بان